مساكم الله بالخير متابعينا، اليوم الثاني لمعرض البحرين الدولي للعقارات، ان شاء الله مستمر الى الساعه 9 في الليل، وان شاء الله عقب ساعه بيكون السحب على الايفون والكاش. في المعرض في منطقه الالعاب حق اليهال، وفي الكوفي شوب، وفي الفي ار كيوب. اللعبه وايد حلوه، امس جربتها، ان شاء الله اليوم بيتم السحب على 300 دينار وايفون اكس حق 4 فايزين. شركة جي اف اتش عرضة مشروع هاربرو ويجهز في سبتمبر 2019، يضم شقق سكنية تم بيع منها 50% حاليا في منطقة البوليفارد، مثل ما احنا نشوف الممشى والمحلات والمطاعم والمقاهي، وفي عندهم التاكسي البحري، وفي فندقين، فندق الاول والفندق الثاني. هذه مشروع الفيلا مار، طبعا البرج الاوسط ان شاء الله بيجهز نهاية 2019، وبيكون في فندق من ضمن الأبراج. ننتقل وياكم إلى مشروع دونات اللوزيا، عبارة عن 303 فيلا سكنية، يضم المشروع سوبر ماركت وممشى على بحيرة اللوزي وشارع سريع مؤدي إلى دوار 12 تقريبا، والمشروع تقدرون تدخلونه من صوب الجراجات صوب منطقة بوغي. كل الفلل اللي موجودة في مشروع دونات اللوزي تضم 4 غرف نوم، ويبتدي أسعارها من 110,000 دينار، ويقدرون يستفيدون منها المشتركين في برنامج مزايا للسكن الاجتماعي. ما بقي شيء على السحب، 300 دينار حق 3 فايزين وآيفون إكس إس. الآيفون إكس في يدي وينتظر الفايز، يا ترى من هو صاحب الحظ السعيد اليوم؟ خلصنا السحب والحين يجينا حق مشروع دلمونيا. طبعا مشروع دلمونيا يضم مجمع دلمونيا ان شاء الله اللي بيفتتح في سنة 2019. المجمع عبارة عن 3 طوابق مثل ما احنا نشوف، حول قناة مائية دار مدار المجمع تقريبا. المجمع اللي ميزه انه مو بيب ماركات مكررة في البحرين، فكل الماركات اللي بتكون في المجمع بتكون جديدة دخولها لأول مرة في البحرين، ونفس الشيء المطاعم بيجيبون مطاعم مشهورة بكونسبت جديد. المجمع ترفيهي أسري في صالة تزلج على الجليد، في حوض اسماك تقدرون تشوفونه من الطوابق الثلاثة، سواء كنت في الطابق العرضي ولا الوسطي ولا الأخير. جزيرة دلمونيا في محارق تضم المجمع اللي غويتكم إياه قبل شوي، اللي هو مجمع دلمونيا، أكل مجمع مثل ما احنا نشوف. إن شاء الله فندق هيلتون بيكون موجود على جزيرة دلمونيا، وفي حاليا أراضي قاعد تنباع في هاي الجهة من الجزيرة، تقريبا مساحتها 500 متر ورايح، يعني 500 وأكثر. سعر القدم 24 دينار. اليوم الأخير لمعرض البحرين الدولي للعقارات، والسحب إن شاء الله بعد شوي. الفرصة ما زالت متاحة لكم، إن شاء الله بعد شوي السحب. مشروع كنال فيو من ضمن المشاريع الحلوة اللي انتظر ان شاء الله تجهز، وتجهز في يونيو 2020. عندهم شقق للتملك الحر مطلع على القناة المائية، وفي ممر حق المشاة على القناة المائية، في شلال وتحت الشلال في ممر حق المشاة، وفي ممشى. خلينا نشوف وياكم الخدمات اللي موجودة في هذه الشقق. محظوظين أصحابها، بيكون عندهم حدائق، في حدائق على السطح، في ملاعب مثل ما نشوف، في محلات تجارية تحت الشقق، هاي المحلات التجارية، في براك سباحة، في صالة جيم. 17 شقة في مشروع كنال فيو عندهم حدائق خاصة مثل ما احنا نشوف، فبيكون محظوظين أصحابها، وحتى في السطح في مناطق مخصصة حق الشواي حق كل الشقق.
وكالعادة ننتظر نشوف من الفايز اليوم. 300 دينار حق 4 فايزين وآيفون إكس إس. خلال فترة المعرض سووا مسابقة أفضل رسمة، فاليوم بيتم تكريم الفايزين من الأطفال. كوبونات طبعا من تويز آر أس وتابلت. شركة الكبيس القابضة عندها مشروع في هواء سند شقق سكنية قيمته 50,000 دينار، تضم 3 غرف نوم، 3 حمامات، موقف حق سيارتين، مطبخ مستودع، غرفة غسيل، صالة كبيرة واسعة، غرفة خدامة مع حمام. شركة الكبيس عندها مشروع ثاني اللي هي عبارة عن فلل في سند، تقريبا 38 فيلا، الباقي منهم بس 7 فيلل، يضمون 4 غرف نوم ومطبخ و6 حمامات وغرفة خادمة وصالتين وبلكونة وموقفين حق السيارة. طبعا السعر 165,000. مجموعة الصفر عندها حلول اوتوميشن. شنو نقصد في الاوتوميشن؟ كل شيء يصير اوتوماتيك عندك في البيت، سواء تلفزيون، ستارة، اضاءة، صوت، فيديو، اي شيء تقدر تتحكم فيه عن طريق التلفون. تقدر تشبك اكثر من تلفون، كل البيت بيكون موصل بالفايبر والانترنت. والازرار كلها بتكون عن طريق التاتش، يعني لو طقينا مثلا اون كل شيء تاتش، وكل شيء موصل بالتلفون. تبي تصكهم تقدر تصكهم عن طريق الازرار اللي عندهم مختلفه ومتنوعه، متنوعه الاشكال، متنوعه الاحجام. وخلنا نصك الليتات، بارويكم بيانات التواصل وياهم. والاسهل ان يكون بيتكم قيد الانشاء، فاسهل لهم في توصيل الوايرات. المعماريون العرب وراء كل برج في البحرين هما قصة نجاح. المؤسسة الخيرية الملكية حاليا مبنى قاعد ينبني في السنابس تقريبا يم ارض المعارض من اشراف وتصميم المعماريين العرب. عندكم برج التجارية تقريبا عند بيت القرآن بعد من اشراف تصميم المعماريين العرب. ابراج سيتي سنتر مقابل مجمع سيتي سنتر حق شركة بن فقيه بعد اشراف بتصميم المعماريين العرب. مبنى شركة ارمادا، مشروع وتربي، كله من اشراف وتصميم المعماريون العرب. طبعا شركة المعماريون العرب يبتدي عملهم حق الكامباوند ورايح، يعني المشاريع الكبيرة يبتدون في تصميمها والاشراف الهندسي عليها. حاليا احنا موجودين في مشروع جمانة بمدينة سلمان. طبعا الشقق مثل ما احنا نشوف جاهزة ومطلة على البحر. المشروع عبارة عن فيلا سكنية تم بيعها بالكامل طبعا، وتم بيع الشقق السكنية المكونة من غرفتين، والباقي حاليا شقق من 3 غرف نوم و4 غرف نوم. المشروع مثل ما احنا نشوف مطلع على البحر، وبخلي لكم الأسعار عقب شوي.